جوال ثيرد اوردر والجيات جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 13 من الجياد المهجنة الأصيلة تشارك مسافة 1400 متر. كلاترافا كارلوس هنريك في محاولة للصدارة. وور أوردر من وسط الجياد. محاولات من الجهة الوسطى أيضا للجواد. لايف أوف ريلي الثمامة ريزنج وتخطف الصدارة مع الجواد. توي سانشوز الغارية 22 ريسينج وأوليفي ديني خطوة بخطوة الصاعقة من الجهة الخارجية. مربط الجريان الترتيب الثالث لايف فريلي الترتيب الرابع. نشاهد الجواد تافروك المنعطف ما قبل الأخير اتجاها إلى المنعطف الأخير ونقطة 600 متر. الصدارة مع الجواد توي سانشوز. محاولات للجواد صاعقة ومحاولات من الجهة الخلفية وإعازات للجواد. لايف أوف ريلي من الجهة الداخلية. محاولات للشعار الأزرق راير فاليو من الجهة الداخلية ومحاولات لثيرد أوردر ولكن الصدارة بشكل جميل وقوي ومحاولة للصاعقة. ومن الجهة الخارجية الفايز في محاولة وصدارة للجواد رقم 7 الفايز ومحاولات لرقم 4 التريك بلو مربط الجريان وألبرتو سانا. And the official results for the third race of the day. The winner, horse number 4, Electric Blue, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Alberto Sana. Second place, horse number 9, Third Order, owned by Mr. Rashid Ali Mohamed Al-Murray, ridden by the owner, trained by Ali Al-Murray. Third, horse number 7, Al-Fayez, owned by Mr. Sheil Osama Mohamed Makhlouta, trained by Hadi Ramzani, ridden by Marco Casamento. Fourth, horse number 8, Al Muataz, owned by Mr. Rashid bin Mubarak Al Naimi, trained by Ahmed Kubaisi, ridden by Sofian Sadi. And in fifth place, horse number 6, Oniza, owned by the Shark Stud, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Thomas Lukasik. نتيجة الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة حل في المركز الأول رقم 4 إلكتريك بلو المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال ألبرتو سنة ألف مبروك المركز الأول. حل في المركز الثاني رقم 9 ثيرد أوردر المالك السيد راشد علي السعاق المري المدرب علي السعاق المري الخيال راشد علي السعاق المري. المركز الثالث رقم 7 الفايز المالك السيد شعيل أسامة مخلوطة المدرب هادي الرمزاني والخيال ماركو كازامنتو. المركز الرابع 8 المعتز المالك السيد راشد بن مبارك الجفاري نعيمي المدرب أحمد قبيسي الخيال سفيان سعدي. المركز الخامس رقم 6 عنيزة المالك السادة مربط شرق المدرب إبراهيم سعيد المالكي الخيال توماس لوكاسك. ألف مبروك المراكز المتقدمة وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. مستمرين وإياكم مشاهدينا وحضورنا الكريم شوط الخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الرابعة والشوط الرابع من أمسية اليوم انتظرونا.